السلام عليكم، مساكم الله بالخير. اخوكم سعد خازع علوه المطرف، غانم خازع علوه المطرف. هذا اخونا محمد سعد الرجدان العنزي، حنا وياك يا اخوي وما راح نوقف بلوحات وبمال وبكل شيء ان شاء الله، ما راح نوقف ولا راح نذخر باي شيء. واتمنى تكفون يا الويلان تحرك، ونبي حركه، نبي الحسابات ترعد. الله يرحم والديك، الرجال ابن اخينا وعنزي ومحسوب علينا، ونبي الاجر ونبي نفكه ونفك جميع عنزي. تكفون يا الويلان اعجل، الله يرحم والديك. لا احد يوقف يا بني اخي، لا احد يوقف، لا احد يقول مثلا مطلوب واجد ولا مو مطلوب. باذن الله انه بنطلع ابن اخينا، لا توقفون باذن الله، لا توقفون. اعلانات، نشر، شو اللي تقدر تسويه سوى. وهذا مشروع افطار صان، وهذا طلع منكم مسجد سالم علي بحيحيل، معروف مسجد مشهور ومسجد يعني جميل. واختاروا المواقع اللي تحطون فيها الاعلانات. احنا ورانا افطار صايم هني، افطار صايم كبير مو صغير، وهني يصلون صلاه العيد، ومسجد كبير سالم علي بحيحيل. يعطيكم الف عافيه يا شباب.